مساء الخير يا حلوين، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. هذا الفيديو خاص للبنات. اذا انت كنت شاب ما راح ينفعك الفيديو بشي، يعني لا هو وصفة انه ممكن تتعلمها وتسويها بالبيت، هو مجرد مكياج، ازالة مكياج وماسكات وكريمات وعناية بالبشرة بشكل عام. وانتم الشباب طبعا اخر همكم العناية بالبشرة، طبعا مو الكل بس الاغلبية فعلا، لانه يعني نيالكم صراحة احنا كبنات نحسدكم على هذا الشيء. البنات الموجودات راح يفهمن علي. على فكرة هم ما يهتموا ببشرتهم، بس لاقين بشرتهم احسن من بشرة البنات، ما اعرف ليش سر، سبحان الله. احنا مع انه نهتم وكل نهار دايرين على بشرتنا وعلى الفاضي، احيانا تلاقينها ما يضحك على وجه الوحدة. يعني هاي الشغلة احنا نحسدكم بيها، بس يلا معليش، يعني بكثير شغلات زاد انتم بتحسدونا بيها، بس انتم ما تحجون، احنا نحكي، يعني احنا قلبنا طيب ونحكي كل شيء، يعني مو مثلكم انتم الشباب. المهم انت كشب ما راح ينفعك الفيديو. بنات حبيت اسألكن هذا الفيديو هيك جو هدوء، لا وصفات ولا طبخ ولا عيلة ولا عمر ولا حدا. طبعا طبعا عمور حبيب قلبي الله يرضى عليه، حبيت اشوفكم انه هو شخص رومانسي. قبل ما ابلش بالفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة، لانه كثيرين يعني قاعد تجون تشوفون الفيديو، خصوصا قاعد تجون من التيك توك تشوفون الفيديو وما تشتركون. ليش ازعل الحزاني؟ يعني الحزاني اذا زعلت مين راح تفرق معاه؟ يعني المهم عمورة حبيب قلب الرومانسي الله يرضى لي عليه جاب لي وردات من 4-5 ايام تقريبا، يمكن صار لنا 4 ايام. وللحز عايشات، فقلت لحالي خليني استصلحهم بالفيديو، استصلحهم يعني اشوف منهن الساق اشيله والخربانة كبه مشان ما يخربن بعض. كنت حاطتهن ما يشوفن يا بنات هاي ذبلانة، بس هذن ما شاء الله عليهن يعني لسان عايشات كأنه بشجرة. فأنا ايش راح اسوي؟ انا كنت حاطتهن بالضبة تبعهن بالمي، صارهن تقريبا 4 ايام. هو الفيديو هذا راح يكون شلون اهتم ببشرتي قبل ما انام. طبعا انا مو كل الاحيان اهتم، احيانا مثلا اغسل وجهي واروح انام، بس شنو احس حالي مقصره بحقها يعني. وبشغله يا بنات يعني الحس، بس اقول لكم اياها، اني اول ما مو اول ما قبل ما اتجوز بفتره، يعني بس صار عمري 13-14 سنه بلش يطلع بوجهي حب شباب، يعني هذا الحب اللي عقد الاغلبيه من البنات وحتى الشباب يمكن يعانون من هاي الشغله. وانا صراحه ما خليت ولا ماسك ولا خليت كريم ولا خليت صيدليه ما سالتها، وجربت الوصفات الطبيعيه يفتحن البشره وينقنها ويزبطن، بس الحب يضل يطلع. ف لحد ما عثرت بشغله، هاي الشغله منعت الحب يطلع، والحمد لله رب العالمين بشرتي ما يطلع بيها حب خالص، وحتى اثار الحب القديم الحمد لله خفت كليا، يعني ظل شيء بسيط اثر، كل ما يعني دعا يمشي الزمن كل ما دعا يختفي خالص وبشرتي دعا تصفى، مع انه بشرتي دهنية وحساسة يعني من النوع يلي ما يلائمها اي شيء خالص. فالحا راح اقولش ان شغلات تنفعش عن جد، خليش بهذا الفيديو، بس اريد اضبط الوردات خطي لانه ماني فاضي غير الحز والله، تو كنت لملم البيت فقلت لحالي راح اعيفن اخر شيء، مع ان الضبة حلوة بس على فكرة ريحته حلوة الورد، يعني مع انه بالعادة اجيب ورد ما يكون له ريحة. راح اشيل منهن الصاق واحطهم بالمي، ولا احسن ذبلانات اعيفن على جنب مشان يعني يظلن عايشات لمدة اطول، ما انه ما نجيب ورد كل سنة مرة. شفتوا هذا صريح اكثر مني؟ اكيد لا، اكيد لا. شمهم عن جد حلوة، الله. الحمثل هاي لا عايشة، الحاذن الوردات الموف راح عايفن لانه عايشات ما هن ذبلانات. يا عمري هاي الوردة المتابعين الحلوين يلي انا احبهم كثير، يعني عن جد احبكم. هاي بس للي حطم لايك الحزب، هاي الثانية خذهم تفضل، خذهم نيدي لا تخجلني، يلا كيفكم، انا عاد اقولكم خذهم. هاي ايش دخل بالورد؟ هاي شندوخ تقريبا يا زيتون، ما له علاقة، بس مشوها هم مبيعات الورد على طول يغشنا، بس عاد معليش امرنا. وهذا واحد ثاني، هذا منظر تكبر الباقة، ومشان على اساس انت على اساس يعني ما اخذ شيء ضخم، وهي تكون عبارة عن عودان تدفع حق عود، والله لو عمر.
لو عمر رايح حيشيل لي هذا، انا مش هناديه خمن الحديقه وجايب لي اياه محسن اللي هو. كان انا ما اقنعت، هنا المشكله يا عمري. هاي شوف البنات، هاي الورده ليها اربع خمس ايام مقطوفه وما شاء الله عليها، يعني الساعه عايشه. مع انه ما سويت لهم شيء، بس حطيتهم بالماي. شوفهم بس هاي الورده ذبلانه، والله انا قلت الحاكم نصها. هي الحركه هاي انه يعني معناته عمر رومانسي، فهمتم علي؟ انتم خلوا الفكره تصلكم. هاي الورده الذبلانه اللي ما حطم لايك، يلا وزياده عليكم. امزح، اللي يزعل لا يقول لي لا تمزحين معي، تمام؟ هذنا راح اقصقصهم واظبطهم. وصراحه ما عندي مزهريه بهالطول، مشان هيك راح اقصهم. يا عمري شوفن صارت حلوه صح. خلص حيفوها على جنب، بعدين الحموم فيديو عن الورد، بس ثاني هيك حبيت يعني اخلص الوقت بسرعه. هذا الحز انظفه يعني ما عرفته. بنات جبت شغلات من الماركت، شي عارفه شي ما عارفه. اللي ما عارفه بدي اياك تنصحني وتقولي لي هذا مثلا كانت اذا تعرفينه تقولي لي مثلا راف هذا لايش مثلا. مثلا هذا العجب هو المشكله بشغلات خايفه افتحها، وبشغلات اعرفها يعني راح استخدمها الحس. مثل هذا ما اعرف عجب هو مسك، عجب هو شو يقولوا له، عجب هو كريم ينحط على البشره، ومشان ايش ما عرفت. بس انا بس شفت هاي الاشاره حسيته مفيد للبشره، مشان هيك جبته. اذا تعرفينه مشان ايش اكتب لي، لانه بشغلات انا حاطتها بالفيديو لحتى انت تقولي لي ايش يعني، لانه اكثر من بنت راح تشوفني. وهذا جبته لحتى اجربه لاول مره، اذا طلعت نتيجته حلوه هذا للتفتيح ينحط 8 ساعات او 6 ساعات يعني فتح البشرة، او اذا عندش مثلا هالات سوداء او بشرتش يعني صايرة اكثر من لون، ويعطيها بياض ناصع على اساس. فهذا بعد ما انظف بشرتي الحس راح احط منه واعيفه لثاني يوم لباكر واشوف النتيجة. اذا ما بيو شي يعني ما فد يعني زمان ما ادري شلون افيد، راح يعدي اليوم. انا ما عارفه اشرح عن شي. يعني اذا فادني راح احكي عنه بشي فيديو ثاني، اذا ما حكيت عنه بفيديو ثاني معناته بنات هذا حكي فاضي كله كذب كذب. بس عن جد يا بنات هذا شو اسمه الجهاز لتنظيف البشره والغسيل الوجه روعه. صار له قد عندي، صار له عندي تقريبا سنه، واغسله بالميه اكثر ما اغسل وجهي. والله مصلي على النبي. يعني انا طبعا جايبته ماركه اصليه وقتها جبته من الماركت، كثير كويس. هاي تجيبيه شعيرات ما ادري شو يقولون هذنا، مشان ايش؟ مشان هاي للبشره الحساسه الدهنيه، وهاي للبشره الجافه. شوفن هذا خشن وهذا ناعم، ان شاء الله يكون مبين عليكم. فانا استخدم هذا الناعم لانه بشرتي حساسه ودهنيه بنفس الوقت، فلازم يكون تنظيف عميق جدا. هو طبعا لازم يكون هاي تتحرك وتنظف البشره، وانت تقدرين مثلا بحركات دائريه تنظفينه. بس انا مخلص شحن وما في تشحنه مشان هيك يعني، بس راح استخدمه الحس. نقدر حتى لو ما بيه شحن نقدر نستخدمه وغسل بيه وجهنا. وجبت هذن الاقنعه بدي استخدم من الحاس، شيل الايدين وشيل الاجرين وشيل الوجه. فراح يكون اليوم هذا الفيديو يعني روتين تنظيف عميق لبشرتي صراحه، لانه مهملتها صار الاسبوع يعني. طبعا يا بنات الشيء اللي خلى الحب يوقف عن وجهي، حب الشباب او اي حب يعني، حب الالتهابات اللي يطلع او حب الزعل بشكل عام، اذا تنامين حاطه مكياج انت دمرتي بشرتك كليا. انا مو دكتوره الحز، عن تجربتي يعني. الوحده يعني يقولون اسال مجرب لا تسال حكيم، صح؟ صح هذا المثل كوفي يقول لكم اياه، بس يلا عادي. عن جد قبل كنت مثلا تكاونا انا وعمر يعني ما اقبي عليكم، انام بالمكياج. هنا اقعد الصبح الاقي وجهي منفجر، يعني كانه وجهي هو اللي زعلان، مو قلبي او مو اني. فلاقي وجهي طالع بيه حبوب، طالع يعني مكتئب يعني، حتى شكله معتم. فاني الحس حتى لو تكاونا انا وعمر، وحتى لو العيله كلها تخابطت بقلب بعض، اروح اغسل وجهي قبل ما انام. اهم شيء تنامين وبشرتك نظيفه.
اهم شيء عن جد والله العظيم، وراح تلاقين الحب خف، وراح تلاقين بشرتك بلشت تفتح يعني تبيض، وهاي الامور كليات عن جد والله يعني تجربه. لانه اني ما كنت اهتم صراحه، يعني كنت لما نزعل او شيء او يصير معي شيء، واحيانا ما الحق مثلا اكون تعبانه اقول لحالي يلا باكر الصبح اغسل وجهي، ما يعني ما راح يصير شيء. إيه هذه غلطة من الغلطات يلي كانت خلى الحب يزيد بوجهي. امسح وجهي بالمحارم المبللة، طبعا هي مخصصة للوجه ما لازم عادية، راح تزيد المشاكل بالبشرة، لازم يعني مخصصات للبشرة. على فكرة ما بكريم كثير، ها شوفين يعني ماني مكثرة يعني هالكمية كبيرة. وعلى فكرة جبت هاي الصابونة من الماركت، بلشت بس على المسكرة رح نصير دب الباندا، بس عاد لا والله المسكرة نوعيتها زينة، هاي جبتها جديدة يا بينا. بي عندي مسكرة لو استخدمتها قبل هذا الفيديو عن جد وقت امسح المكياج او اغسل وجهي يصير وجهي مثل هذول اللي طالعين من افلام الرعب من كثر ما تسحل ومن كثر ما نوعيتها سيئة جدا. هذا الغسول استخدمه اني، وبي غسول ثاني بس خلصان عندي مشان هيك، يعني راح احط منه على الجهاز هذا. تقدرين مثلا هو بيه شعيرات، تقدرين فورا تغسلين وجهك بيه، بس مو زين نفس هذا، هذا احسن. هاي مشان ايش؟ مشان تفتح المسام تبع البشره. طبعا هو لو انه بيه شحن كان لقيت انه طالع صوته. طبعا بنات هذا اذا تغسلين بيه وجهك وتنامين ثاني يوم كأن شيء عن جد كأنه حاطة شيء مفتح البشرة. بنات هاي عن جد يعني شيء لازم يكون عند كل بنت، تنحط على الخدود زاد تبين كأنه حقيقية. يعني راح استخدم هذا المرطب، هذا مرطب للشفايف يعني بس مرطب، ويعطي ريحة طيبة ويعطي نفخة بسيطة. بما انه مسحت كثير يعني عشان ما يقش من شفايفي راح احط منه. وبنات هذين الماسكات للايدين والاجرين، طبعا تنظيف وتفتيح وهيك شيء يعني كويسات، هذا للاجرين وهذا للايدين. طبعا تبع الاجرين ما راح استخدمه، راح استخدم تبع الايدين بس. بنات هذا الكريم او هذا الماسك راح احطه اليوم اشوف ثاني يوم عجب راح يكون كويس او لا، او راح يعطي تفتيح للبشره ما اعرف. يعني لاول مره راح استخدمه اشوف يعني اذا النتيجه حلوه عن جد بشي فيديو راح اقول انه جيب منه. على فكره مو غالي، يمكن 25 ليره او 30 هيك شيء بالماركت، باي ماركت تلاقينه. وهي الصابونه حليب الماعز والعسل يجن مع بعض، هاي تجي مشان تنعم البشره تعطيها نعومه. هذا مسك الخيار انا حابه استخدمه، هذا كويس عن جد كويس يرطب البشره ومعالج بشكل عام. يعني طبعا هو يعني عباره عن عصاره خيار، ما بالك ان الخيار ايش قد مفيد للبشره. نقطه تحول طبعا هذا لازم اعيفه على البشره شي ربع ساعه، اقل شيء اقل شيء له ربع ساعه شيء انه يفيد يعني مزبوط. على فكره انا هاي الشغلات ما استخدمها كثير والله لانه مو فاضيت له ما اعرف اذا راح اقدر اسولف زين ولا لا، بس راح احط ماسك الايدين بما انه هذا بين ما ياخذ مفعوله ما راح اخليه ورا بعض مع بعض مشان كله نشيله مع بعض. وهذا الماسك تبع الايدين طبعا انا دايما صراحه ما اهتم بهن ولا استخدم لهن اي شيء، حتى اظافيري قبل كنت اطولن شوي يعني احب الاظافير اطوال، بس من فتحت المطعم يعني ما عاد اقدر ابدا اني اربي اظافري، حتى اذا طول النتفه حسن بلش يطلع من برا اللحم اقصهم. تعرفين انت يعني النظافه لازم تكون موجوده كصاحبه مطعم. هذين الكفوف مشان الايدين،
هن عبارة عن انه نلبس الكفوف بس ونعيفهن لمدة 20 دقيقة بس. بسم الله. طبعا يجي به كريم، شوفوا يا بنات يا ربي انا ما اتحمل هيك شيء. عن جد ما اتحمل هيك شيء، بس مضطره يعني. كانت امي تقول اولي اللي بده يتجمل بده يتحمل، فاني بدي اتجمل مش هيش بدي اتحمل. راح اعيف اللي بين ما يكون انسحبنا الفائده منه ونرجع نكمل الفيديو بعد ما اكون غسلت ايدي وشلت الماسك عن وجهي. راح اقعد هيش مثل الرجل الالي لمده لمده ربع ساعه. على فكره مو تعتبر انه هذا الفيديو اعلان، عن جد هذا الفيديو اهتمام بشري، يعني كل جبته من الماركت، ما يعني ما لي علاقه بالماركات تبعهم. هذا للاجرين، هذا راح اعيفه قبل ما انام، اكيد ما راح اصوره لحد يعني. ومثل ما قلت لكم بنات، هذا البيات كنت مفعلني وتفيدني، الله يرضى عليكم. انا كنت مفكرته انه كبسولات للبشره، كفيتامينات يعني مغذيه للبشره بشكل عام، بس لما جبته طلع بي الكبسوله هي كبسوله هي يعني، بس طلع بيها بودره مو سائل، فما عرفت مشان ايش صراحه. حتى بحثت بالنت وما عرفت مشان ايش، فزبيبي وحده من فزبيبي وحده منكم مستخدمتن او تعرف هذا مشان شو، يا ريت تكتب لي الله يسعدكم. اول حزاني بعد شوي راح اترجم الكتابه واشوف زاد شنو يعني. انا مستخدمتهن تقول لي هذا وهذا، لانه هذين اثنين جبتهن واني ماني عارفه مشان ايش، بس هن للبشره يعني، عارفنهن للبشره. طبعا هذا جيل الصبار زاد كويس مشان البشره يعني، الصبار والالوفيرا لا يعلى عليه، كل الاوقات يعني ينفع. بنات عجزت لليوم نوع مسكرة مثل الناس ما لقيت لليوم يعني. المشكلة كل ما الاقي نوعية كويسة ارجع بعد بس تخلص اروح اجيب، ما الاقي النوعية الاقيها خلصانة، فجبت هاي من الماركت. شوفين الريشة ما عجبتني يعني، بس تبين مي من النوع على شحور، تلاقينا نوعية شحور وبس اغسل وجهي ينزل رموش يعني، كأنه المسكرة ضارة الشعرة نفسها. بعد ما صار لي 20-25 دقيقة طبعا ماسكة اليدين عن جد كثير كويس، جيب منه انصحكم بيه، لانه يعطي تفتيح للايدين وزي مثلا بي تكشيب او شيء ثاني يعطي نعومة. هذا متحمسة صراحة لحتى اجربه، ما اعرف عجب هو النتيجة راح تكون حلوة ولا يعني ما راح تفرق كثير. هذا راح احطه الحز، وما راح احطه الحز، راح احطه قبل ما انام، احطه قبل ما انام واعيفه لثاني يوم، لازم يعطي تفتيح للبشره ويصفي، واذا بي كلف او بي شغلات ثانيه يشيلها يعني، يشيل عجاج الزمان مثل ما يقولون يعني، ينعاف مثلا 6 ساعات او 8 ساعات، كل ما انعاف اكثر كل ما كان يعني نتيجته احلى ولا تفتيح البشره. راح اجربه بعدين مثل ما قلت لكم واقول لكم. والله يسعدكم حبايب قلبي، حبيت اشارك معاكم هذا الفيديو. حزاني تعبت، راح اروح انام لانه هلكت. فلا تنسون تحطون لايك تشتركون بالقناه، واذا حابين هيش فيديوهات اكتبوا لي جواب التعليقات. لين اقول لكم باي، اشوفكم على خير، مع السلامه.